هي بتبتدي كده. رحت في أوضتك ليلة تنام علشان كنت نعسان، لكن خوفك طير نومك وفضلت صاحي وقلقان. أصلك شفت عينين في الضلمة وحاجات أغرب من الحواديت. شفت خيال ماشي عالحيطة، ده باين له خيال العفريت. قلبك من الخوف دق بصوت عالي، دي حقيقة ولا أحلامك؟ وانت شايف العفريت عمالة بتنا هتعمل ايه؟ طبعا هكلم البوليس. لا انت مش محتاج تعمل حاجة. ها؟ ازاي؟ علشان الله معنا وهو بيحمينا وبيبعد عنا كل حاجة وحشة بترعبنا، وطول ما احنا بنصدق ربنا مش ممكن حاجة تخوفنا. فهمت؟ لا انت مش لازم تخاف، لان ربنا اكبر من كل الحاجات التانية.